وجه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه رسالة ملكية سامية في حفل يوم المرأة البحرينية، جاء فيها: إنه لمن دواعي السرور والتقدير أن نتوجه بهذه الرسالة الخاصة بمناسبة يوم المرأة البحرينية، ونبدأها بتقديم شكرنا الخالص وامتناننا العميق لقائدة العمل النسائي الوطني صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، التي استطاعت طوال مسيرتها العامرة بالإنجازات المؤثرة أن تجسد الصورة الحضارية والمشرفة للمرأة البحرينية على أفضل وجه، وهي تتولى مسؤولياتها الوطنية بكل إخلاص واقتدار. ونحيي بهذه المناسبة الطيبة كل نساء البحرين اللواتي نفخر بمساهماتهن في كافة جوانب الحياة، وعلى وجه الخصوص دورهن كحافظات للأمومة ومربيات للنشء، وما لهذا الدور من تأثير كبير على تماسك الأسرة البحرينية الذي نعتبره خط الدفاع الأول لاستقرار المجتمع ونمائه. ونؤكد في هذا السياق بأن إسهامات المرأة البحرينية في البناء الوطني لم تكن أبدا وليدة اللحظة، بل هي قصة وطن وعنوانها الفخر والاعتزاز بمكانة ودور ابنته البارة، وهي تباشر مع أخيها الرجل جهود التعمير والتحديث منذ عشرينيات القرن الماضي لتصل اليوم إلى ذروة عطائها الوطني المبشر بالمزيد من الإنجازات. ويبقى الأمر الثابت في رحلة التطوير والتجديد في مملكتنا العزيزة هو ذلك الإصرار والعزم الذي تسعدنا به المرأة البحرينية على الدوام، والذي يزيد من حرصنا على مساندة جهودها وتذليل أي مصاعب تعتري طريقها. وقد تولى المجلس الأعلى للمرأة منذ تأسيسه وبكل احترافية مهمة تقديم الدعم والمساندة واقتراح كل ما يلزم لتصل المرأة لمكانتها المستحقة كشريك جدير في بناء الدولة، ودون إغفال لدورها التربوي الهام الذي نعول عليه في تشكيل فكر النشء تشكيلا صحيحا وسليما، وبما يسهم في الحفاظ على الهوية الوطنية. فكل الشكر للمرأة البحرينية التي تسير بخطى واثقة ومتوازنة وتحقق النجاح تلو النجاح في مسيرة نضجت من خلالها تجربتها الوطنية التي تنطلق إلى العالمية بإنجازاتها النوعية في كافة المجالات. مكررين شكرنا وتقديرنا لصاحبة السمو الملكي على جهودها الرائدة وحرصها المتواصل على أن تبقى المرأة البحرينية خير عون وسند، وليفخر بها وطنها دائما وأبدا. حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين. هذا وأناب حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم لحضور الاحتفال بمناسبة يوم المرأة البحرينية الذي نظمه المجلس الأعلى للمرأة اليوم في المسرح الوطني. وافتتح سموه في بداية الاحتفال وفي بهو المسرح الوطني معرضا توثيقيا للمسيرة التاريخية للمرأة وأبرز محطات المجلس الأعلى للمرأة منذ إنشائه.
بسم الله الرحمن الرحيم. نائبة راعي الحفل سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة، الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم حفظكم الله ورعاكم، أصحاب السمو والمعالي والسعادة، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في هذا الاحتفال الذي يقام بمناسبة يوم المرأة البحرينية برعاية سامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، تزامناً مع احتفالات مملكة البحرين باليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم في البلاد. هذا الاحتفال الذي يقام تحت شعار المرأة شريك جدير في بناء الدولة. حضورنا الكريم، إن خير ما نبدأ به حفلنا هذا آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعنا القارئ خالد عبد القادر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. سمو نائب راعي الحفل، الحضور الكريم، إنه ليحدونا الفخر والاعتزاز في هذه المناسبة الوطنية العزيزة أن تحظى المرأة البحرينية برسالة ملكية سامية من راعي الحفل سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم حفظه الله، ونفخر أن نشاهد مفرداتها معكم.
شكرا سيدي حضرة صاحب الجلالة حفظكم الله ورعاكم على هذه الرسالة الملكية لكل نساء البحرين اللواتي نفخر بمساهماتهن في كافة جوانب الحياة. والآن كلمة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك مملكة البحرين المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله بمناسبة يوم المرأة البحرينية، تلقيها بالنيابة سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة عضو المجلس الأعلى للمرأة، فلتتفضل سموها. نائب راعي الحفل سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم، أصحاب السمو والمعالي والسعادة، الحضور الكريم، يشرفني في هذا اليوم أن ألقي كلمة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله. بسم الله الرحمن الرحيم، يسعدنا كثيراً أن نرحب بهذا الجمع الطيب الذي يشاركنا اليوم في هذه المناسبة الوطنية العزيزة للاحتفاء بالمرأة البحرينية التي تحظى برعاية كريمة من قائد المسيرة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. منذ انطلاقتها الأولى في العام 2008، ولعل ما يميز احتفالنا اليوم إنه يتزامن مع احتفالات مملكة البحرين باليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك المعظم مقاليد الحكم، فباسم المرأة البحرينية نرفع عظيم الشكر والامتنان إلى المقام السامي أيده الله على الرسالة الملكية الخاصة بمناسبة يوم المرأة البحرينية وما احتوته من مضامين معبرة لتقدير مسيرة المرأة البحرينية ودورها كشريك جدير في بناء الدولة، وهو الشعار الذي تم اختياره لهذا العام والتي نبدأ بها احتفالات الوطن بالعيد الوطني المجيد وعيد الجلوس. فكل عام وأنتم بخير. أصحاب السمو والمعالي والسعادة، حضورنا الكريم، إن البدايات المبكرة لمشاركة المرأة البحرينية منذ عشرينيات القرن الماضي في الانتخابات البلدية ودخولها التعليم النظامي تعد شاهداً على ما تحقق لها من مكتسبات وحضور يسجله التاريخ ضمن إسهاماتها الفاعلة والتزاماتها نحو القيام بواجباتها في الأسرة وعملها الطموح في مختلف مفاصل الدولة، في ترجمة حقيقية للشراكة البناء في المسيرة التنموية والحضارية الشاملة التي كان من ثمارها إنشاء المجلس الأعلى للمرأة، وذلك بفضل قناعة الإرادة السياسية المتمثلة في الرؤية الملكية السامية للعاهل المعظم أيده الله الداعم الأول لوتيرة مسيرة تقدم المرأة وتهيئة كل الظروف للانتقال بها إلى مرحلة الريادة بمشاركتها في الحياة السياسية ومواقع صنع واتخاذ القرار والشأن العام. واليوم نجد أن المجلس الأعلى للمرأة دخل مرحلة متجددة ونقلة نوعية في آليات التعاون والشراكة الاستراتيجية لتحقيق التكامل للمنشود مع أجهزة الحكومة الموقرة لمواصلة هذا العمل المؤسسي كجهة رافدة للعمل الحكومي والرسمي في استكمال حقوق المرأة والتعاون معا في سد أي فجوات على صعيد تعزيز مركز المرأة وتأكيد حقوقها. فكل الشكر وعظيم الامتنان لكم يا صاحب السمو الملكي الابن العزيز الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد حفظكم الله على هذا الدعم المقدر. أصحاب السمو المعالي والسعادة، الحضور الكريم، إنه لمن دواعي الفخر والاعتزاز أن نستذكر اليوم
الجهود الوطنية المخلصة التي ساهمت في الانطلاقة الأولى للمسيرة التنموية الشاملة بقيادة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، بالمشاركة في صياغة وثيقة العهد ميثاق العمل الوطني وبلورة العمل المؤسسي للمجلس الأعلى للمرأة، الذي يعد نموذجاً يحتذى لما يقوم به كآلية وطنية مختصة في شأن المرأة، لتصل اليوم وبعد 23 عاماً من تأسيسه إلى مرحلة متقدمة تنقل فيها المرأة من التمكين والتقدم إلى الريادة. ونحن في المجلس الأعلى للمرأة مقبلون على مرحلة نوعية في مسيرة العمل القادمة لتواكب هذا النهج والالتزام باختصاصاته التي نصت عليها الأوامر الملكية بإنشائه وتعزيز آليات عمله وعلاقاته التكاملية مع كافة المؤسسات الرسمية والخاصة والمجتمع المدني. ونعاهدكم يا صاحب الجلالة بأننا سنواصل في حمل المسؤولية الوطنية بقيادة العمل النسائي في مملكة البحرين، مستلهمين في ذلك نهجكم الحكيم وفكركم الراسخ ورؤيتكم الثاقبة في استكمال مسيرة البناء بكافة أبعادها ومقاصدها، التي سنترجمها بعون من الله ودعم من جلالتكم رعاكم الله وتعاون ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في خطة عملنا القادمة، التي نسعى من خلالها إلى المحافظة على ما تحقق من مكتسبات والبناء عليها والتوجه نحو السعي للريادة لمواكبة التطورات الحديثة في المجالات الواعدة، لتكون المرأة شريكاً جديراً في بناء الدولة وتقدمها. وفي الختام نوجه تحية وفخر واعتزاز لكل امرأة بحرينية قرأت، تعلمت، شاركت ونالت ثقة واحترام وطنها واستحقت التقدير العالمي وألهمت الجميع بإنجازاتها التاريخية والنوعية في شتى المجالات، مقدرين في الوقت ذاته الجهود المخلصة للأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة وفريقها العامل بكل جد واجتهاد، داعين المولى العلي القدير أن يكلل جهودنا في مواصلة مسيرة رفعة وتقدم المرأة البحرينية بالنجاح والتوفيق الدائمين، وأن يبارك جميع الجهود الطيبة لمواصلة روافد المسيرة التنموية بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونظم المجلس خلال الحفل فقرة فنية لترجمة شعار المناسبة قرأت، تعلمت، شاركت. يلا يا بنيات خلونا نراجع الآيات آخر مرة. بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. بارك الله فيكم يا بنياتي، نشوفكم باكر إن شاء الله. هذه كانت بداية النور في قصتي. كلمة أخرى خذتني لعوالم شاسعة وعطتني فرص ما لها حدود، وكتبت بها أحلى فصول قصتي. إنك تكبر وسط بلد يؤمن فيك، يعني إن الفرص قدامك ما لها حد. علموني إن المعرفة هي أساس الوعي والطريق المختصر للوصول لكل الأحلام، وطالما إن الفرد هو اللبنة الأساسية في بناء المجتمعات، فنهضة المجتمع نابعة من إعداد أفراده رجالاً ونساءً وإنارة عقولهم بالعلم والمعرفة، وبكذي
أكون وصلت لنهاية عرض تخرجي. شكراً على دعمكم لي. ومن هني ابتدى فصل جديد من حياتي. تخرجت من الجامعة وملامح قصتي بدأت تكتمل وتوضح أكثر. اخترت إن مشوار المعرفة ما يوقف عندي. أنا اليوم معلمة لمئات من الطالبات. وبكذي وصلنا حق نهاية درس اليوم. ومثل ما قلت لكم، المرحلة الجاية تحتاج منكم جد واجتهاد. كل واحدة تعرف ميولها وتدرك تماماً شنو طموحها، وركزوا زين على الهدف، وتذكروا أن ديرتكم تستاهل منكم تعزونها وترفعونها بعلمكم ومعرفتكم، وفالكم التوفيق من رب العالمين. إن شاء الله نعلمها. هذه كان ملخص رحلتي اللي ابتدت من بيت المطوعة، المرة البحرينية البسيطة اللي قدرت تزرع فينا حب هالأرض من عمر صغير. ومثل ما شفتوا كبرت وصرت معلمة، ومن صفي صغير في المدرسة قدرت أخرج أجيال مستعدة تشارك في مسيرة بناء وطن بأكمله. ولأن حب الوطن كان هو عنوان هالرحلة، طالبتي الصغيرة كبرت ولقيت كل الدعم من قيادة حكيمة، صارت اليوم شريك جدير في بناء الدولة. فشكراً لوطن عشنا في أحضانه أروع الفصول، والطموح ما له حدود في وطن البحرين، وطن يؤمن بكل أبنائه. منذ عشرينيات القرن الماضي بدأت مسيرة المرأة البحرينية مبكراً بالمشاركة في الانتخابات البلدية لأول مرة في العام 1926، ودخولها التعليم النظامي في العام 1928، وتدرجت في ميادين العمل المختلفة بالمشاركة في كافة القطاعات والمجالات الواعدة في شراكة فاعلة في مسيرة البناء والتنمية الوطنية. ومنذ تولى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المعظم مقاليد الحكم، شهدت مسيرة المرأة البحرينية تقدماً كبيراً في كافة مجالات المشاركة في المسيرة التنموية الشاملة. 25 عاماً في العهد الزاهر مثلت علامة فارقة ومحطات مضيئة حصدتها المرأة بفضل الرؤية الثاقبة والإيمان الراسخ لجلالة الملك المعظم بقدرات المرأة البحرينية ودورها الفاعل كشريك جدير في بناء الوطن. بالإعلان الرسمي عن تعيين 6 سيدات يمثلن مختلف التخصصات في اللجنة العليا لصياغة مشروع ميثاق العمل الوطني الذي أقر حقوق المرأة البحرينية وترجم في نصوص واضحة وصريحة في الدستور، والذي يعد الركيزة الأساسية التي انطلقت منها المرأة البحرينية إلى مرحلة متقدمة من الإنجاز والإسهام في المسيرة التنموية الشاملة.
وفي أغسطس 2001 قطفت ثمار المشروع التنموي الوطني بصدور الأمر الملكي السامي بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المعظم حفظها الله، فتحملت سموها مسؤوليتها الوطنية بقيادة العمل النسائي المؤسسي بمملكة البحرين، فأعدت الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية وفقاً لمنهجيات عملية مدروسة، وبوركت باعتماد جلالة الملك المعظم في العام 2005، فترجمت الرؤى الملكية دور المرأة إلى خطط عملية ومبادرات نوعية أسهمت في تقدم المرأة البحرينية في جميع المجالات التنموية. ومع الاحتفال الوطني باليوبيل الفضي لتولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم مقاليد الحكم، تواصل المرأة البحرينية مسيرة عطائها لتؤكد دورها الريادي نحو آفاق واعدة من التقدم والعطاء، لتكون شريكاً جديراً في بناء الوطن. تقديراً لكل ما قدمته المرأة البحرينية من تضحيات وإسهامات جليلة في طلبها للعلم تارة وفي نقلها للمعرفة تارة أخرى، يأتي يومها ليعلن أمام الجميع بأنها شريك جدير يطمح للتغيير والتطوير، وبأنها قادرة على إحداث المزيد والمزيد من النقلات النوعية في مسيرة عطائها مهما تعرج طريقها. حضورنا الكريم، اعترافاً بما حققته المرأة البحرينية من إنجازات في مختلف مواقع صنع القرار على المستويين المحلي والدولي، يتفضل نائب راعي الحفل سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم بتدشين منصة المرأة البحرينية، والتي تهدف إلى توثيق مسيرة المرأة البحرينية ورصد الشخصيات النسائية القيادية في مختلف المراكز ومواقع صنع القرار. ما شاء الله. كما قام سموه بتقدير الشخصيات القيادية التي ساهمت في إثراء المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم وتنفيذ رؤية المجلس الأعلى للمرأة، المرأة شريك جدير في بناء الدولة.
وخلال الحفل تشرفت سعادة الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة بإهداء نسخة من كتاب المرأة البحرينية في عهد الملك حمد حصاد ربع قرن. يوم المرأة البحرينية هو يوم يجسد في مضامينه النجاحات والمكتسبات الوطنية لكونها شريك في بناء الدولة، حيث أثبتت قدرتها وكفاءتها على رسم مشاهد مؤثرة في مسيرة التنمية الشاملة بقيادة جلالة الملك المعظم ومتابعة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء واهتمام لا محدود من صاحبة السمو الملكي قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة. اليوم سعيدين مفتخرين بتواجدنا في هذا الحفل اللي يحتفي بالمرأة البحرينية، خصوصا في العام اللي تحتفل فيه مملكة البحرين باليوبيل الفضل لتولي سيدي صاحب الجلالة مقيد الحكم، والرؤية اللي وضعها جلالته لتنمية مختلف قطاعات المجتمع، والمرأة بطبيعة الحال هي شريك رئيس، ولا يسعنا في هذا المقام أيضا أن احنا نعبر عن الدور الكبير والداعم لسيدي سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من خلال السياسات الحكومية التي تعكس تمكين المرأة ودعمها في مختلف المجالات، وأيضا الشكر الكبير والتقدير الكبير لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم قرينة سيدي صاحب الجلالة على دورها الكبير في التحول في واقع المرأة عبر السنوات للوضع اللي نشوفه اليوم من تقدم كبير وشراكة حقيقية في بناء الدولة وبناء المجتمع. جاء الشعار ليترجم مركز المرأة في مكون بناء الدولة، سواء في الناحية التشريعية، في السلطة التشريعية، في السلطة التنفيذية، في السلطة القضائية، في المجتمع المدني، اللي ساهموا بطريقة أو بأخرى في بناء الدولة بعد تولي جلالة الملك مقاليد الحكم. فجاء شامل عام يبين أين وصلت المرأة في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك. ما نحتفي به اليوم هو إنجاز لدور المرأة في المجتمع البحريني، وعنوان هذا العام المرأة كشريك جدير في الدولة، يؤكد مكانة المرأة في بناء الدولة الحديثة، لا سيما في دورها المحوري في مجالات متخصصة. دور المرأة اليوم في القطاعات المختلفة في البحرين تؤكد دورها المحوري في التطور والتنمية والازدهار، والقطاع الثقافي جزء أساسي من هذه القطاعات التي تشكل هوية البحرين وتشكل نافذتها للعالم، سواء كانت من خلال الفنون التشكيلية، الموسيقى، الفنون الأدبية والشعرية وغيرها من الفنون الثقافية التي تشكل عنصر أساسي من هويتنا البحرينية. فأنا أقول يعني لولا دعم جلالة الملك وصاحبة السمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم، اللي يعني على طول يعني هو كان نصب عينهم أن المرأة لازم تكون يعني تاخذ مكانها. وتزامنا مع الاحتفال باليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك المعظم أيده الله مقاليد الحكم، تم تخصيص شعار هذا العام المرأة شريك جدير في بناء الدولة، احتفاء بعطاءاتها ومساهماتها في نهضة الوطن. اليوم تشرفنا بالتكريم من لدن المجلس الأعلى للمرأة وصاحبة السمو الملكي، وحظينا بالاحتفال تحت رعاية جلالة الملك بالاحتفال بيوم المرأة البحرينية. يعني لنا الكثير، يعني لنا أن مسيرة العطاء تتواصل وتحملنا مسؤوليات أكثر في مزيد من العطاء. هذا اليوم الشعار المرأة شريك جدير ببناء الدولة شعار جدا مهم، لأن كل امرأة ساهمت وأعطت هي شريك جدير، والكلمة السامية لجلالة الملك المعظم فيها الكثير من الرسائل. كون الأم كدورها الأساسي في رعاية الأسرة وثم بناء المجتمع شريك مع الرجل، أعتقد أن الشعار يعني الكثير بالنسبة لنا. في الواقع التكريم اليوم مثابة تتويج لكل امرأة بحرينية. سعيدين جدا، أجد السعادة في عيون الجميع، والحمد لله المرأة البحرينية حظيظة بقيادة ملكية سامية تقدرها حق التقدير، الحمد لله.
ولو ألقينا نظرة على دور المرأة البحرينية نجده دورا مؤثرا. لو بنركز على قطاع العدالة وقطاع القضاء نجد أن المرأة البحرينية شاركت فعلا وهي شريك في رسم السياسات وتحديد الأولويات وكذلك في إحداث التطوير وصنع الإنجازات. نجد المرأة البحرينية في مختلف مواقع القيادة المواقع القيادية في المجلس على القضاء في قطاع العدالة. إن تخصيص الأول من ديسمبر للاحتفاء بيوم المرأة البحرينية هو احتفاء بالمكانة المتقدمة التي تحظى بها المرأة في المجتمع وتأكيد على دورها المهم والمحوري في تحقيق الأهداف التنموية الشاملة على كافة الصعد. لأن الطموح في مملكة البحرين لا حدود له، لذا استطاعت المرأة البحرينية أن تكون جزءاً ومكوناً أساسياً في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة، ولتؤكد بأنها بالفعل شريك جدير في بناء الدولة. سهير عصفور لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.